شايف ان القائمه دي قائمه راسخه وقويه بامان، وزي ما قلت لك في الاول هي بولدت قوي وواخده ثقه كبيره، وشايف ان الاحزاب بتنضم اليه، وشايف ان عروض الاحزاب الاخرى كثيره، فقال لك يعني طالما ان الناس كلها بتخش، طب ما انا اخش انا كمان واستفيد من يعني سمعه قائمه في حب مصر الجيده والراسخه في الشارع، وفي ناس كتير الحقيقه كراي عام مؤيد جدا لقائمه في حزب مصر في حب مصر يعني. وبالتالي هو حب يخش، في تصوري هم انا ما اعرفش الاسباب وما قالوليش الاسباب، ولكن تصوري ان هم حاولوا يخشوا مع حد ياخد وعنده ثقه كبيره في الشارع يعني.